في جيل عظيم اهو بيعشقوكي وبيقلدوكي، وانا عارفه ان انت هتكوني مبسوطه بيهم. ما نمسي كده على عبله بطريقه تكلمي اخواتك بيها. اخواتي حبايبي. انا بس عايزه اقول حاجه، بجد انا بالنسبه لي الفنان عبله كامل بجد ما تتقلدش، ده مجرد بجد اجتهاد مني فقط. دي جميله قوي بجد، جميله جدا والله، هي جميله ومفيش زيها، و يعني بنشيتها من خلالكم انها ترجع بقى، يعني محتاجينك جدا في المرحله دي. يا ريت والله. دي الكاميرا بتاعتي. يا ريت. انا بحبك قوي يا استاذ عبله. وانا كمان يا استاذ عبله والله العظيم. وسليم برضه والله العظيم. بس احنا بنتكسف. طيب نقول حاجه كده باداء عبله ولا هو انا بحب المشهد بتاعها لما كانت بتقول انا مش عايزه اجوز بنتي لواحد ساقط، انا حره ساقط اعمل ايه، ما هو ساقط بس اعمل ايه، اموته؟ لا نغيره، هاتي لي واحد من اللي هم بيطلعوا في التلفزيون دول بتوع جيل المستقبل، شبابي كتير تلالالا انا عايزه واحد من دول، حد من دول يقول لي يا طنط، انما ده بيقول لي يا خالتي، خالته منين؟ ده مقاطعة عدواتي. جميله. ده مشهد المفضل. يا حبيبي على طول بتعملي المشهد، كل ما شفتي تقول لي كده. عسوله والله، عسوله حبيبي.